الحقيقة أغنية أنا شايفها رائعة جدا، كل حاجة فيها مظبوطة، الكلمة، اللحن، الأداء، الكليب موفق، لأنه لم كل عناصر نجوم المجتمع في تعاطف صادق. الجميل في حالة مؤمن أنه تحول إلى ظاهرة دولية. يعني امبارح أنا كنت بسمع الكابتن هيثم فاروق زميلنا في قناة الأهلي جايب عمرو عسل ووالده بتاع السكواش هيثم السعيد. هيثم السعيد جاب بطلنا عسل في بتاع السكواش، فبيقول مصطفى انه في عسل. مصطفى عسل، مصطفى عسل ولا عمرو؟ مصطفى، مصطفى عسل، انا اسف، عمرو ده واحد صح. فمصطفى عسل، مصطفى عسل في بطوله في امريكا فوجئه انه قلع الفانيلا وراح عامل ومطلع عشان وعمل كده، فقعدوا لمده دقائق مستغربين وبعضهم اتضايقوا، فابتدوا يسالوه ايه اللي بتعمله ده؟ قال لهم ده تعاطفا مع كذا كذا، وحكى القصه وفوج ان الملعب كله تجاوب معاه. ربنا يشفيك يا مؤمن، مصر كلها بتدعي لك يا ابني، وهو ده لما يكون الانسان سيرته طيبه ومشواره جيد يستحق اكثر من هذا. لو في يوم وقعت لازم ترجع اقوى من البدايه، دي رساله الاغنيه الرائعه لكل الناس في كل المجالات، لكل حد بيشتغل، لكل حد بيجتهد. ألف سلامة يا مؤمن. مؤمن رد على الأغنية وقال متشكر بجد، قال تويتة أنا متشكر بجد. أنا بس عايز أنوه، ده ما فيش شكر أبدا يا مؤمن، أنت تستحق كتير قوي. الشخص الجميل اللي تنزل لنا وقال لنا زيعه الأستاذ عمر طارق اللي هو في شركة الإنتاج وهو صاحب الفكرة الحقيقة، ونشكره جدا. هو ده المجتمع الرياضي، وهو ده المجتمع المتضامن مع بعضه زي ما قال خالد بيومي.